أزمة أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تشغل الأوساط الاجتماعية والنخب. فخلال مؤتمر صحفي في البصرة هنا، حذر شيوخ عشائر وعلماء دين من تداعيات الأزمة ليس على حركة السوق والفقراء هذه المرة، بل على السلم الأهلي. ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار والتداعيات الاقتصادية السلبية ربما تؤدي إلى زيادة في أعداد الفقراء، وكل هذه عوامل قد تكون مساهمة في زيادة حالات الجريمة المنظمة والصراعات الفردية والمجتمعية، مما يهدد السلم الأهلي. المشاركون في المؤتمر يعزون ارتفاع سعر صرف الدولار إلى تهريب العملة الصعبة نحو دول إقليمية، مطالبين الحكومة باتخاذ حلول آنية تحد من الأزمة عقب صعود أسعار المواد الاستهلاكية وتسجيل حالة من الركود في الأسواق. المفروض إحنا نجفف منابع التهريب للدولار من العراق إلى دول جوار أو غيرها، مو نجي نرفع الدولار وبالتالي نضرر الفقير. في عاصمة العراق الاقتصادية، أرهق ارتفاع سعر صرف الدولار الطبقة العاملة بعدما فقدت الرواتب بالعملة المحلية جزءا من قيمتها. الطبقة العاملة هي المتضرر الأكبر، خاصة القطاع الخاص، من ارتفاع سعر صرف الدولار، وذلك لأن القانون العراقي يحدد السعر الأدنى للرواتب أو السعر الأدنى للأجور هو 350 ألف، وهذا ما حدده قانون العمل العراقي رقم 37 سنة 2015. في سنة 2015 كانت 350 ألف تمثل 250 دولار، اليوم هي تمثل يجوز 150 أو 200 دولار. الإجراءات الحكومية الأخيرة للسيطرة على سعر صرف الدولار لم تحقق كامل مبتغاها بعد، فما حصل أن ارتفاعا طفيفا سجله الدينار في الأسواق المحلية. فيما تؤكد الحكومة أن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مؤقتة، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استمرارها إلى تنامي معدلات الفقر فضلا عن المشاكل الاجتماعية. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.